السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب القلب، وعساكم طيبين يا رب العالمين. معكم ياسمين من قناتي ياسمين أم مسك. شكرا لكم للناس الجدد اللي جاتي من التيك توك. طبعا الناس كثيرة تقولون أم مسك إيش اسم التيك توك؟ اسمه العائلة الروحية 11-11، تمام؟ نفتح لكم بثوث للمتفاعلين للداعمين، نحاول أنه نسوي قراءات مجانية بأقصى ما يمكن. يعني ما شاء الله تعتبر القناة كبيرة، لكن رغم ذلك ما أبخل عليكم بالقراءات المجانية اللي تكون فقط على اليوتيوب، تمام؟ اللي يجوني على الخاص نحن نعتذر منكم، فقط في المسابقات المجاني، واللي يبي حجز تكون القراءة بين 24 و48 ساعة على حسب ضغط المواعيد، تمام؟ يعني إحنا نكتفي بقدر معين عشان نقدر نوصل للناس أماناتهم، أوكي؟ طيب، يعني قراءاتهم، اللي يبي فيديو، اللي يبي قراءة مسجلة، اللي يبي مكالمة، اللي يبي اتصال دولي، يعني على كل واحد حسب وكيف. طيب يا بنات، اليوم عنوان الفيديو بحسب الناس كثيرة طلبتموه، أنا قد سويته قبل 3 أيام، يعني خاص كشف كامل خاص مواصفات الشريك، بس أنا قلت لكم بسويه يعني مو بشكل مفصل، لأنه أكثر شيء تعرفوني وأنا أحب قراءة الفنجان، فكلكم أصلا طلبتم مني قراءة الفنجان وأنا ما رح أبخل عليكم بإذن الواحد الأحد. طبعا يا بنات هناك اختيارين، طبعا ستختار إما بلون الحجر أو بحسب الحرف الأول من اسمك. ستختار الحجر الأول كقراءة أولى، وستجد الحروف في صندوق الوصف، الحجر البني عفوا، والقراءة الثانية هي الحجر الأخضر، أوكي؟ يعني رح تختاروا ما بين هذا وذاك، ويا رب يكتب لكم الخير إن شاء الله. طبعا إذا ما تناسبك القراءة الأولى تناسبك القراءة الثانية، وإذا ما ناسبوكي فالطاقة ممكن إنها ما بتوصلك اليوم، لعل وعسى في القراءات الجاية إن شاء الله، ولكن أنا متأكدة إنه القراءات توصل للجميع. يلا يا بنات توكل على الله، لكن قبل ذلك لا تنسون الاشتراك في القناة عشان تكونوا متفاعلين، وأكثر المتفاعلين يتم بإذن الله اختيارهم في قراءات خاصة إن شاء الله. طيب يا بنات خلينا ناخذ القراءة رقم 1، قراءة الحجر البني، وخلونا بسم الله ونتوكل على الله. أوكي، أنا نويت لكم في هذا الفنجان، وعسى رب يكتب لكم الخير والسعادة يا رب. خلونا نبخر لكم أصحاب القراءة البني، تطلع الطاقة السلبية من عندكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قراءة الفنجان رقم 1. طيب عندك تحررات، عندك تحررات من طاقة سلبية يا مجموعة رقم 1، عندكم تحررات كبيرة من طاقات سلبية، من أشياء يمكن كانت تتكبلكم، قاعدين معلش قاعدين الفترة هذه تطلعون وتفكون تعلقكم من علاقات سامة أو علاقات سلبية، قاعد تحاول إنك تتطور وإنك تطلع من سيركل أنت كنت راسمها أو يعني عشتها، سيركل مضيقة، يعني دائرة مضيقة مش قادر تطلع منها، حان الوقت إنك تدخل إلى، حتى لو أنت مدمن على قنوات التارو، صرت تدور على شيء في المستقبل، صرت تدور زي على مواصفات الشريك، صرت تدور على حاجة جديدة. أم مسك أنا أبغى أدخل في علاقة جديدة، أنا مليت أني قاعدة أنتظر شريكي. أغلبكم هنا قاعدين تنتظرون، يعني أنتم حاليا مو قاعدين تنتظرون، لكن أنتم كنتم منتظرين حاجة وقاعد الوقت يمر عليكم، يا أما منتظرين علاقة قديمة وفصلتم، يعني أنتم already كنتم تدخلون إلى أمور أو قراءات تخص رجوع الحبيب، مشاعر الحبيب، متى العودة، وصرتم تدورون على ما القادم في طريقي، هل هناك علاقة جديدة، هل هناك أخبار سارة في حياتي العاطفية، يعني صرت تدور معلش على شيء جديد يا قراءة رقم 1. وأنا أهنئك على هذا الستيب اللي أنت خذيته، أو هذا الديسيجن اللي أنت خذيتها، قرارات مهمة، تغييرات مصيرية، يعني ما شاء الله من صرت تدور على أشياء في الماضي وقاعد في الماضي مش قادر تتحرك، صاير عندك القدرة إنك الآن يعني تستشفى، عندك استشفاء، عندك فك تعلق من علاقات سامة، من علاقات توكسيك، من أشياء مرضية، أوكي؟ بإذن الواحد الأحد تفتح قسمة نصيبك، يعني إيش بقول لك، تفتح قسمة نصيبك مهما تأخرت عندك تفتح، أوكي؟
بإذن الواحد الأحد. جايك شخص، إيش بقول لك، إنسان محترم جدا بس ماسك خط سفرة، يعني الشخص هذا مو موجود حاليا في نفس منطقتك أو في نفس محافظتك أو في نفس بلدك. أنا شايفة إنه في شوية اختلافات بينك وبينه، لكن اختلافات الأهل راح يتقبلونها. الشخص هذا ماسك خط سفرة، يا إما بيشوفك في بلدك، يعني ما يكون ابن بلدك وجاي سياحة، بيشوفك في بلدك، أو أنت أوريدي رايحة سياحة. إذا أنتم ماسكين خط سفرة بتلاقون هذا الشخص في خط السفر. يعني أصحاب هذه القراءة، إذا كنتم على أساس أنكم بتطلعون بتغيرون جو بتستانسون خارج بلدكم، فأنا أقول لكم أنكم راح تلاقون شريك حياتكم. أوكي، إذا صاحب هذه القراءة الآن أو مسك، أنا ما أقدر أسافر لأنه هي قراءة عامة، ما أقدر أعطيكم إلا الديتيلز. الديتيلز تلاقونها في قراءات الفي آي بي. أوكي، فيا بنات، أنا اللي قاعد أشوفها الحين إنه، معلش، في بنات تقولي أم مسك هي قراءة عامة صحيح، بس أنا ماني قادر أطلع. طيب، ما أنا عارفة الشيء هذا، أنا عشان كذا أقول لك يمكن إنه هذا الشخص يكون قراءة عكسية، يكون هذا الشخص جايك من خط سفر، مو جاي لك ترى، لكن جاي سياحة في بلدك أو منطقتك، فيشوفك فتوقع عينه عليك. أنا شايفة إنه نوعا ما رح تكون هناك تبادل نظرات، في حاجة كذا مو بطبيعية، يعني شيء كذا، يعني معجزة، ميراكل، يعني شيء معجزة، شيء من الله مسطر، يعني شيء ما أنت قاعدة تدورين عليه. أم مسك، أنا إنسانة ما أحب زواجات تقليدية، صاحبة هذه القراءة لا تحب الزواجات التقليدية، وإذا كنت تريدين يعني تحبين زواج تقليدي يمكن إنه في القراءة الأخرى والله أعلم، ما لسه ما شفتها، أو يمكن إنه ما حالفك الحظ اليوم، بس هذه القراءة متأكدة إنه 100% هنا. معلش، يقولون لي أنا ضد أي علاقة تقليدية، أنا إنسانة أدور على شيء من نفسي، أنا قاعدة أشوف تجارب غيري مظلومين في علاقاتهم، في زواجاتهم، في اختياراتهم، في ضغط الأهالي إنهم يبون يزوجونهم غصب. ومسك، أنا مو زي البنات، أنا أبغى أعيش حياتي بطريقة صادقة، بطريقة ما حد يجبرني أني أتزوج شخص ما أحبه. أوكي، فصاحبة القراءة، أنت أوريدي ضد الزواجات التقليدية، ودك تتعرفي على شخص تكون بدايتك معاه شيء زي الصدفة، زي حاجة جنونية، ما تبين بداية روتينية، يعني أنا هلا شلونك، والله شفتك، تعرفت عليك، إيش أخبارك، كم عمرك، يعني ما تحبي حتى الأسئلة الروتينية الرتيبة، تبين شيء كذا. يعني إنسانة هذه عندك تتمتعين بشخصية قوية صاحبة المجموعة الأولى، وعندك شيء كذا تبين حاجة تخطف لك قلبك. أم مسك، أنا صح أنه عندي معجبين، لكني أنا إنسانة ما أميل لأحد، أنا أبي الشخص اللي يخطف نظري وقلبي، هذا هو اللي بتزوجه. أنت تبحثين عن من يخطف قلبك ومن يخطف روحك، ما لقيتي هذا الشخص، يعني تبين شيء كذا زي الشعلة أو الشرارة الحب هذه تحسين فيها في بداية العلاقة عشان تقولي هذا هو الشخص اللي بتزوجه. أوكي، فأنا معاكي ودعمتك لين ما تتزوجي وتريحي بالي يا عمري، وتريحيني إنك خلاص دخلتي القفص الذهبي. طيب، الشخص هذا زي ما قلت لك ماسكين خط سفر، يا أنت يا هو، أنا والله أعلم. طويل القامة جدا، مختلف عليك في الجنسية يمكن، نعم عندكم بعض الاختلافات في العادات والتقاليد ولكن مو مشكلة. الشخص هذا بسم الله ما شاء الله راح يكون إنسان طويل القامة جدا، يا أما أبيض البشرة أو يعني شوي حنطي كذا بس يميل للبياض. أوكي، هذا الشخص أنف الطويل موجود، عيونه واسعة شوي، عيونه بنية، الحمد لله أن هذا الشخص ما هو بأصلع. أنت كل اللي يجونك صلعان يا حبيبتي، وأنا متأكدة من كلامي، اكتبوا لي على تحت التعليقات وش عندكم، يجونكم صلعان، ويجونكم مطلقين، ويجونكم الملتفين، ويجونكم البخلاء. هذا الشخص راح يكون إنسان كريم جدا، وحتى لو علاقتك معاه يعني سبحان الله ما هي مترتبة، لكن هذا الشخص راح يهديك شيء تذكاري كبداية العلاقة، راح يهديك شيء يعني يقول لك احتفظي به. طبعا انت مش راح تقبلي، لكن يقول لك معلش خذي هذا الشيء، اوكي، عشان تذكريني. الشخص هذا كبداية العلاقة مش راح يكون بينكم زواج للأمانة، لكن راح يكون في بينكم توافق روحي بشكل كبير، راح تحسين انه هذا الشخص هو توأم روحك. لكن
راح يصير يفكر معك بالزواج فيما بعد، مش راح يقول لك شيء، راح يعطيك هدية ويقول لك هذه تذكار لك، هذا شيء لك، أوكي؟ هدية، راح يهديك شيء يا أما يكون قيم أو شيء رمزي أو شيء ثمين من عنده، من كيسه، من جيبه، أوكي؟ يا أما تكون فلوس، والله أعلم. هذا الشخص ضحوك ومبتسم ومنشرح، إنسان محب الحياة، مقبل على الحياة، يحب يتعرف على ناس كثيرة، يعني صراحة تامة يمكن إنه حتى لما يتعرف عليك يعني إيش بقول لك، أوكي رح يحس بنوع من المشاعر، لكن مش رح يصدق، لأنه إنسان عملي جدا. يمكن طريقة اللقاء، هنا كانكم تسألوني أمس كيف طريقة اللقاء، يمكن تلتقون في بعض طبعا في مكان عام، ويمكن هذا الشخص يشوفك سبحان الله يسأل، يا أما أنت تسأليه عن حاجة مثلا، عن مكان معين، عن مطعم معين، أو عن استفسار معين، أو إنه هو يسألك عن منطقة معينة أو مطعم معين، والعكس بالعكس، تمام؟ فسبحان الله سبحان الله سبحان الله، راح تقعدين في باله، راح يجي يخطبك، في أشوف إنه في شيء زي كذا نوعا ما، خطوبة، حاجة مو بطبيعية بتصير، شيء سريع سريع جدا. يمكن هذا الشخص قبل ما يسافر او بعد ما انت تسافرين والله اعلم، انه بيجي يخطبك او يجي يكلم اهلك كتعارف مبدئي، ثم راح يصير عندك زواج، اقسم بالله العظيم انه بيكون زواج مو طبيعي، يعني شيء كذا بدون برنامج بدون مقدمات. يمكن حتى في ناس تزعل منك، انت ايش فيك يعني، يمكن مثلا صاحباتك، انت خبيتي علينا، انت عندك حاجه، انت ما قلتي لنا، أشوف زي كذا يعني شوي كذا بياخذون في خاطرهم. لكن حتى أنتي بنفسك مو بعارفة هذا الشيء، معلش يعني حتى أنتي من نفسك مو بعارفة هذا الشيء، يعني شيء جاكي بصراحة بشكل فجئي ورهيب. على العموم خاتم الزواج موجود عندنا في هذا الفنجان، موجود عندنا بخاتم زواج، وعندك ارتباط رسمي بإذن الواحد الأحد في غضون، يعني إيش بقول لك، شيء مرة قريب. بس أنا شايفة رقم 8 متكرر، يعني يا أما بعد 8 أسابيع تلبسين خاتم الخطوبة، أو بعد 8 شهور، أو في شهر 8، والقراءة ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان. من تشوفين هذا الفيديو احسبي إما 8 أسابيع أو 8 شهور أو بشهر 8 هذا الجاي، بإذن الواحد الأحد تلبسين خاتم خطوبة. تقولي لي يا أم مسك طيب متى راح أتعرف عليه هذا الشخص؟ عندك وقت، وقت قريب جدا، يعني يمكن في ظرف الشهر من تاريخ سماعك لهذه القراءة. مثلا انت شاهدت القراءة اليوم، احنا وين، في اي شهر، خلينا نشوف تليفوني لانه انا طيب، احنا اليوم 6 مايو، اوكي 6 مايو، 6 مايو اعتبري نفسك 6 الجاي باذن الواحد الاحد بتكوني شيء مو طبيعي بيصير معك، اوكي؟ يعني من تشاهدين هذا الفيديو، تشاهدين الفيديو مثلا بتاريخ 30/7، اوكي تاريخ 30/8 شهر 8، فهمت؟ يعني عندك مدة شهر بالضبط، قراءة قريبة جدا، اللي بيصير معك شيء قريب، تبادل نظرات، سبحان الله سبحان الله. بالله عليكم يا بنات لا تتكلمون على أحد على هذا الشخص، يعني بإذن الله، لأنه كل صاحبة هذه القراءة، كل الأشخاص اللي قاعدين يقرونها يسمعون هذا الفنجان، كل ما على اساس انك بتتمم فرحتك، وعلى اساس انك بتتيسر امورك وبتتزوجي، ما يتم لك الموضوع بسبب العكوسات اللي كانت عندك، قاعده في حاله استشفاء، في تنظيفات الطاقه، في تسيير الامور، عسى ربي يكتب لكم الخير ان شاء الله. طيب بالنسبه لهذا الشخص، راح يكون حتى بالنسبه الفارق في العمر ما راح يكون كبير، راح يكون بينك وبينه 4-5 سنوات، مو اكثر من كذا، 4 أو 5 سنوات ومو بأكثر من كذا. طيب بالنسبة لهذا الشخص، ليس مطلق ولم يسبق له الزواج، ولله الحمد أنت عندك مشكلة إنه كل اللي يتقربوا لك يكون فيه علاقة ثلاثية، وهذا شيء متعب بالنسبة لك، أصلا شكيتي في نفسك، إيش فيني أنا لقوني في الشارع عشان كل أحد يدخل الحياة يكون متزوج أو مطلق وعنده عيال، إيش ناقصني؟ طيب أنت قاعدة تتكلمين بهذا الأسلوب، طيب أنت مو ناقصك شيء، ولكن أحسن اختيارك هذه المرة، أسأت الاختيار فيك الكثير من الأشياء أو الأشخاص أو المواقف أو الظروف، حاول المرة هذه أنك معلش تستغلي الفرصة ولا تضيعيها على نفسك، وحاولي أنك تشوفي حياتك وتحسنين الاختيار. المرة هذه أنت مش رح تختاري، ربي رح يحاول يطلعك من الشيء اللي أنت فيه
ويحطك ويقول لك يا عبدي هذا الشخص لك، هذا الشخص لك، يعني بعيوبه بإيجابياته بجماله بمظهره بإيش تحبين، هذا الشخص لك. ربي راح يحطكم قدام الأمر الواقع. المرة هذه مش راح تسعين، ولكن أنت جالبة طاقة جميلة، جالبة عندك طاقة استشفاء، عندك طاقة حبك لنفسك، زاد عندك الثقة في نفسك إنه القادم أجمل يا أمسك. كفاني بكاء وكفاني تعب، أنا بتغير. وعلى هذا الأساس، لأنه أصحاب هذه القراءة أوريدي أنتم قاعدين في مراحل استشفائية وشفائية لذاتكم لنفسكم لقلوبكم، تنظفون قلوبكم من كل شيء في الماضي يربطكم، أوكي. وفي نفس الوقت سبحان الله، حتى في طريقة السيرش حقكم على اليوتيوب أو على التيك توك قاعد أشوف لكم تدورون على مواصفات الشريك أو تبحثون عن أشياء كذا تخص المستقبل وتخص شيء جديد. مليتم المنفصلين، متى الرجوع، متى العودة، هل في زواج، هذا كله شلته، مليتم، في ملل، عندكم طاقة ملل وطاقة تعب من الماضي، تعبكم الماضي، فسيبوه في حال الماضي، كبوه في زبالة يا بنات، أوكي؟ طيب، زي ما قلت لك فارق في العمر بين 4 و5 سنوات بإذن الواحد الأحد، هذا الشخص بخصوص الشغل، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بخصوص شغله، شغله شيء حلو، والله شكله عنده فروع، عنده حاجة فيها فروع، أو عنده عمل فيه فروع، أو عنده يعني عنده شيء كذا، أوكي؟ أو يمكن إنه مو بعنده فروع، لكن عنده شركاء، يعني إخوانه يديرون رزق والدهم، هذا ممكن ومحتمل الوقوع، أوكي؟ يعني احتمالية، يا أما هو، لأني قاعد أشوف شغله فيه فروع، فأما الفروع تعني المشاريع الصغرى اللي عنده، أو اسم شركة وحاط فيها فروع وعنده فروع فيها، أو إنه هو وفروع بما معنى إخوانه يديرون مشروع ورزق والدهم. وراح تتذكرين كلامي جيدا، الشخص هذا ميسور وكريم ومعطاء ومحبوب، وعنده ضحكة بسم الله ما شاء الله، إنسان مبتسم جدا، ما شاء الله ابتسامة مو بطبيعية، حتى من يبتسم عيونه تتقفل من، وأصلا جميل، مش بقول لك جميل وشعره مسبسب كذا وحلو، أعزب وأكبر منك بين 4 و5 سنوات. على العموم أبقول لك شيء، يبان كبير شوي في العمر، يعني مثلا إذا أنت عشرينية يبان لك، مثلا أنت مثلا عمرك 30 وهو عمره 35، بتعطينا شوي أكبر بحكم يمكن من المسؤوليات، بحكم الأشياء اللي عنده، والله أعلم، من يعرفه بالضبط، لكن أوكي، لكن اللي أشوفه أنه محترم، مزيون، حلو، جميل، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب إيش اسم الشخص هذا؟ خليني أطبع وأقول لكم إيش الأسماء أو الحروف اللي مبينة عندي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يحب السفر كثير هذا الشخص، عنده طاقات سفر كثيرة. حمد، حامد، محمود، أحمد، حمدان، الحاء والميم والداء بشكل كبير ومتكرر هنا في 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 أول بصمة، ثاني بصمة، يعني أقول لك الاسم هذا قصير، مو بطويل، اسم قصير جدا واسم مميز. فهد، فهد، شيء زي كذا، اسم قصير ولكن موجود عندي الميم والدال، الميم والداء والحاء والفاء والهاء، هذول الخمس، اوكي. طيب عندنا حرف العين بعد، عامر، عمر، زي كذا، ليس باسم مركب، اسمه قصير وجميل ومميز، وليس متزوج ولله الحمد. هذا الشخص بقول لك شيء حلوة، الشخص هذا والله على ما أقول شهيدة، إنه هذا الشخص كسر الكاس بسببكم، بس لعيونكم تبشرون بالخير، يجيني العوض. هذا الشخص رح تحبينه، رح تخبطين خبطة فيه بشكل مو طبيعي، أول شيء، وثاني شيء رح ينعجب فيكي، بس لأنه ثقيل ومحترم وجنتلمان، مش رح يقول لك شيء، رح يسكت، ولكن رح يحاول إنه يكرمك بهدية ويحتفظ برقمك أو يعني معلومات عنك،
لكن أنا شايفة في عندكم لقاء قبل السفر ثم رجوع هذا الشخص لك، بقول لك عندك 8 أوقات بالضبط، إما شهر 8 أو بعد 8 شهور أو بعد 8 أسابيع راجع لك عشان الخطبة، وما يجيب أهله وبيخطبك وبتستقري. إنسان جميل جدا. بالنسبة للزواج يا بنات، يا إما آخر 2023 أو على بداية 2024، الله يكتب لكم الخير والسعادة والرضا والهنا. طبعا يا بنات خلصنا القراءة الأولى، قراءة الحجر البني. طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللي بيسأل عن القراءة الخاصة بخصوص الفي اي بي، معلش يا بنات أنا اليومين هذولا ما أقدر أخذ ولا حجز. اللي يبي يعني مثلا يعني حجز مسبق بإذن الله نختار. في ناس كثيرة تبي تحجز تقول يوم مسك، أدري إنه أنت الحين المواعيد كلها فل، بس مو مشكلة، أنا بحجز لين ما أنت تفتحين وترسلي لي قراءتي. اللي يبي كذا يا هلا ومسهلا فيك، بإذن الله توصلك القراءة بعد 48 ساعة من الدفع إن شاء الله. شكرا لكم، ويلا ننتقل إلى القراءة رقم 2. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بأصحاب القراءة رقم 2، عساكم طيبين يا رب العالمين. طيب خلينا نشوف. طبعا يا بنات لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وخلينا نشوف القراءة الحجر الأخضر. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرجال كثر، الرجال كثر، كثرة بدون بركة، تعرفون هذه ولا لا؟ كثرة بدون بركة عندكم. اللي يجيك اللي 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 يشوفك ما يوصل لك، اللي يشوفك يهرب. ليش؟ وش ناقصك؟ ما ناقصك شيء، أمورك طيبة ومزيونة وحلوة وكل حاجة فيكي، بس عميان ما يشوفون. معلش يعني للرجال اللي تشاهدني، ترى القراءة عكسية، إذا أنت جميل وحلو ومزيون يمكن النساء عميان وما يشوفونك، عرفت؟ فما أحد يزعل مني، لأنه عندي أنا 30% رجال و70% نساء يتابعوني، مع احتراماتي للرجال ترى، بس أنا دايما في صف الحرمة مهما كانت غلط، أنا دايما معاه لأني أنا حرمة زيها وأحس فيها. طيب معلش، البنت هذه مزيونة وحلوة بسم الله ما شاء الله، ولكن مشكلتك يا حلوة إنه اللي يشوفك يهرب أو ما يوصل لك. عندك شيء قديم أو عندك طاقة قديمة، سحر أو عراقيل أو مس أو حاجة كانت تمنعك إنك ترتبطي، عفوا. أوكي، الشيء هذا قديم ومحفور في بيتكم، للبعض منكم يمكن لقاه، لقى سحر، لقى حاجة، لقى طلسم، لقى شيء كذا، معلش يعني حاجة كذا مربط رجولك ومربطتك، مش قادرة انك حتى تتزوجي او تفتح قسمة نصيبك مع اي شخص. اوكي، طيب متقدمين لك حتى وكان على اساس انه بيتقدموا لك اشخاص بيجدوا بقبابك، ما تم لك النصيب، مو مشكلة، ما فاتك ليس لك، ما ضاع منك ليس لك، ربي كاتب لك الاحسن، ربي كاتب لك الاجمل، ربي راح يعطيك ويرزقك، واذا ابتلاك ربي فهو يحبك، والله صدقوني يعني هذا من جد، يعني الله إذا أحب عبدا ابتلى، ابتلاك الله بتأخر النصيب. أغلبكم هنا 30ات و40ات وحتى 50ات عندي، وأنا عندي زباين كثيرة، زباين زبونات كثيرة وصديقات كثيرة فاتوا 50 وما تزوجوا، لكن ربي راح يعوضك على صبرك، وما تعرفي من وين الخيرة. طيب يمكن قلة قليلة منكم 20ات صراحة، أو يمكن حتى 20ية بس ضاغطين عليكم الأهل، يشوفونكم عنستوا وبائر وعانس، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها نصيب يا بنات. معلش أهلكم ما رح يقتنعون بهذه الفكرة، تمام؟ ما علينا منهم، الله يهدي. طيب هنا تبين شخص يطلعك من ضغط معين أو حاجة بتعبتك أو شيء كذا. أشوف إنه أصحاب القراءة هذه قاعدة تسألين نفسك كل يوم، إيش فيني ما تزوجت؟ وش فيني انا يا حبيبتي؟ هدي بالك شوي، كل نصيب من الله، حتى انت ترى مو بناقصه، تلومي نفسك وتجلدي نفسك جلد، معلش حطي عقلك براسك وحطي الله في بالك. طيب هنا يا اما تدخلون في مراحل استشفائيه، علاجات، علاج من السحر، علاج من التعطيلات، تفتح قسمه نصيبك، عندك حاجه كذا ودك انك تسويها او انت اوريدي سويتيها. واظبي على سوره البقره لمده 41 يوم واسمعيها
وسوي لك ركعتين بنية قضاء الحاجة. عندك نذر طلعي، نذر بما معنى، في ناس كثيرة إيش معناته نذر؟ نذر إنك تنذر الله سبحانه وتعالى إذا تم هذا الشيء، إذا تم هذا الشيء أنا بسويه. لا يا حبيبي، مو مشكلة، طلع صدقة، سوي شيء وخلي، إذا يعني مو بمقابل مع الله، مو بمقابل، نحن أنا مثلا مع البشر وبدون مقابل، فما بالك مع الله سبحانه وتعالى. شوفوا قاعدة تبخر لكم المبخرة. طيب طلعوا صدقة، تصدقوا بنية قضاء الحاجة وبنية الشفاء وبنية تسير الأمور وتفتح قسمة نصيبكم بإذن الواحد الأحد. طيب أصحاب هذه القراءة، يا أما كنتم على أبواب زواج أو كنتم على أبواب خطوبة أو كانت على أساس أنه بتصير عندكم شيء وما تم لكم، يا بنت الحلال الله يعوضك إن شاء الله. طيب عندك شخص هنا راح يكون شوية كذا زواجات تقليدية أو زواجات صالونات أو زواج تقليدي، شيء بصراحة شايفة في شيء كذا تقليدي. أوكي لا تزعلوا مني، بس هذا اللي طالع لي. إذا أنت مثلا ما لقيتي حظك هنا في القراءة، شوفي القراءة الأولى، وإذا ما لقيتي حظك في الاثنين، الطاقة مش رح توصلك، بس أنا متأكدة طاقاتي بتوصلكم. طيب عندك شخص زواج تقليدي رح يحاول إنه يتقدم لك عن طريق أهاليكم، عن طريق أهاليكم، وللبعض منكم قلة قليل جدا يمكن إنه واسطة عن طريق امرأة أو واسطة عن طريق بعض النساء رح يحاولوا إنكم أنهم يقربون العلاقة بينك وبينه. أما للناس اللي تدور على السوشيال ميديا، فاحتمالية إنه هذا الشخص يلاقيكي عن طريق واسطة السوشيال ميديا. أوكي يعني بصراحة هنا قراءة عطيتني اثنين صور، الصورة الأولى السوشيال ميديا والصورة الثانية تقليدي. طبعا هنا يا بنات قولي أم مسك ايش فيكي متناقضة حبيبتي، السوشيال ميديا يعني إنه هذا شخص يعرفك وهو من الأهل أصلا أوريدي، الشخص هذا من نفس محافظتكم وجيرتكم ومن نفس كل شيء، لكن يمكن إنه يعرف حسابك، يبي يعرف عنك أكثر، يبي يشوف أمورك أكثر، الله أعلم يعني. بس أنا اللي قاعد أشوفه إنه يبي ياخذ عنك معلومات او يجمع عنك معلومات اكثر عشان يتقرب لك. اوكي بالنسبه لهذا الشخص ليس بطويل القامه، ما بشوف انه طويل القامه صراحه، متوسط القامه، متوسط البنيه، لا نحيف، مو متوسط البنيه، نحيف. اوكي شخص نحيف، سمره خفيفه او سمره متوسطه، يا سمره خفيفه يا سمره متوسطه. اوكي قاعدة تطلع لكم الطاقة السلبية، قاعدة تبخر لكم في فنجانكم، قولوا أمسك ما تحبكم عاد. المهم الشخص هذا عنده بنات وراه كثيرة، تقولين لي إيش تقصدين يا أمسك؟ أقصد أنه عنده مسؤوليات كثيرة على عاتقه، يا أما عنده بنات يعني مثلا بنات خواته، بنات خواته زي كذا، شيء زي كذا، عنده في بيئته قلة الرجال يعني قلة الأولاد، أشوف البنات أكثر عندهم في البيت، في البيت أقصد. أوكي إن شاء الله فهمتي قصدي. الشخص هذا سبقت له الخطوبة ولكن لم يتم التوافق يعني بين الأهالي، في رفض على مسألة معينة، كان على أبواب زواج هذا الشخص، ولكن يمكن حصل خلاف بخصوص مهر، بخصوص حاجة مادية وما تم الارتباط، فحتى هو أصلا خيرة له إنه ما تزوج هذه الحرمة، ولا جاكي مطلق وعنده عيال. شخص هذا لا عنده عيال ولا شيء، إنسان هذا بروحه الحالة، بس حصل خلاف مادي، تم الطلاق كبداية يعني ممكن سوى ملكة وبعدين نطلق، أو إنه خطب خطوبة رسمية وعلنية ولكن لم يتم النصيب. على العموم مو مشكلة، حتى هو ربي بيعوضه بك إن شاء الله. الشخص هذا لا إله إلا الله، وجه دائري، وجه دائري قاعد أشوف هنا، وجه دائري، قوام رياضي ومتوسط البنية وليس بطويل، ولكن نحيف، لا عنده كرش ولا شيء، ما في عنده شوية عضلات، قاعد يتمرن. طيب الشخص هذا عنده ما أدري والله، شكله مربي كذا قطوة حاجة كذا، مغروم بالحيوانات الأليفة، هذه افتكريها كذا، مغروم بالحيوانات الأليفة، جدا لطيف، جدا محترم، جدا خلوق ومؤدب. الشخص هذا والله شكله مركب حاجة في سنونه،
يعني في أسنانه، يمكن مركب تقويم حق أسنان، أو يمكن شفتيه غليظة شوي، ما أعرف عاد، لأن طالعني كده الفم بارز في الفنجان أكثر من الخشم. والله تقولي لي يا أم مسك هذا كيف بيبوسني أنا أصبح على شفايفه وأمسي على شفايفه؟ لا يا حلوة، يمكن مركب تقويم أصلا، بس لا تضحكون عاد في التعاليق، لا تجيبون لا تجيبون تقولين لي يا أم مسك جبتي العيد ترى في الفنجان. والله من جد قاعدة أتكلم معاكم من جد والله. لكن محترم، ما بقول لك جذاب لا، بس جماله خفيف مقبول عند القبول، شخص محترم. طيب هنا كأنك تسألني أمسك أنا طيب أخاف، يعني ليكون هذا الشخص مثلا عنده بنات وراه، يكون بيسكنني عند أهله؟ لا، عنده بيت مستقل وخاص فيه، أوكي، عنده بيت مستقل وخاص فيه، وأصلا أوريدي مجهزة عشان هو كان يبي يتزوج. طيب هنا تقولي لي ليكون هذا الشخص يا أمسك بيزوجني نفس عفش البنت وكذا؟ لا، الأثاث لسه مو مؤثث ولله الحمد. طيب يعني أنت بتتزوجين واحد جاهز كامل مكمل، والكمال لله سبحانه وتعالى. أتوقع واحد من والدينه متوفي، يا أما الأم أو الأب، وشكله ما أعرف والله، يعني يا أما الأم أو الأب، أوكي. هذا الشخص بار بوالدينه، إنسان محترم جدا على فكرة، مسؤول ومعطاء وكريم وسخي، بسم الله ما شاء الله، محترم جدا. الشخص هذا مسؤول وعنده قبول وعنده فلوس، يعني إنسان مترفه ماديا، مترفه قادر إنه يسفرك ويعيشك أحلى عيشة محترمة، وقادر على فكرة ترى حتى لو زواجك تقليدي مع هذا الشخص، بس ماني قاعدة أشوف إنه إنسان مطوع كذا متكبل متعقد كتلة عقد، لا الصراحة إنسان مسالم، عائلة دافية، ناس محترمة. طيب هنا تسأل أني أنا أعرف مخكم إيش قاعد يشتغل، طيب وش فيه طيب ما كمل بخصوص أموره المادية؟ معلش حبيبتي، لأنه هو متريش ومترفه، لما تم الزواج والملكة، أو يعني تمت الملكة وعقد القران أو حاجة، صاروا شرطوا عليه الشرط، هو ما في علمه ولا في درايته، فمعلش كنسلوا كل شيء. يعني أقول لك اختلاف مادي، والغلط جاء من طرف البنت هذيك أو من طرف عائلتها مو من طرفهم، تراهم ناس كرماء يكرمون المرأة. قاعدة أبخر لكم، يا رب تتزوجون وتخلصون يا رب. كريم، كرماء يكرمون المرأة، أقول لك عنده البنات في بيته، إنسان يعرف كيف يتكلم ويخاف على الحرمة زي ما يخاف على خواته، أوكي، يعني خاف على الحرمة زي ما يخاف على حريم بيته. رح تحبينه قسم بالله، بتعشقين هذا الشخص، رح يعاملك أم وأخت وزوجة وصديقة، وعلى فكرة رح يمثل معاكي بعض الأمور. إيش تقصدين يا أم مسك؟ رح يسوي قدام الناس إنه كذا ملتزم وإنه ثقيل، صح إنه ثقيل، بس ترى أقسم بالله بعد الزواج بيدلعك أحسن دلع، بيحب السفر، يحب يعيش الجنان مع زوجته. أبى أقول لك الصدق، الشخص هذا يحب يسافر، يحب الطلعات، يحب الجولات، ترى قادر إنه يسوي الحرام بس ما سواه، لأنه متربي أعز تربية، فهذا الشخص ما راح يسوي الحرام، بس يبي يسوي الأشياء الجنونية مع زوجته، معلش. فالله يهنيكي بهذا الزوج صراحة، فوالله في ناس كثيرة فاقدته، يعني راح تشوفين، شوفي لما من تشوفينه مع الأهل ومع الناس تقولين هذا إيش فيه كذا ثقيل، إيش فيه، بس عنده قبول هو، بس إيش فيه ثقيل كذا مرة، أنا أحب واحد فرفوش. طيب أنتي ما قعدتي معاه يعني لحالك، لما تتزوجي تلاقين شخصية حلوة جدا مريحة، يعني عادي تلاقون على بالمخدات كذا تلعبون، يعني إنسان مو بطبيعي، طفل. أنتي راح تتزوجين ثقيل برا وفي غرفة النوم طفل، زي البيبي بتعاملينه زي ابنك، بتحنين عليه بتحبينه. أقول لك فاقد شيء، فاقد شيء، يا أما الأم يا أما الأب، والظاهر والله أعلم إنه فاقد الأم، لأنه اللي مربيته هنا
عند امهات اثنين، يمكن انهم يا اما مربيت اخت الكبيره، يا اما مربيت جدته، يا اما عمته. افتكري كلامي هذا، في حاجه كذا في الوسط فاقد شيء، اوكي، لكن محترم جدا وراح يحسن تعامله معاكي. طيب متى يا ام الاقي شريك حياتي هذا؟ تصبرين ان شاء الله في ظرف 30 يوم او 3 شهور ماكسيمم، يا اما في ظرف 30 يوم او في ظرف 3 شهور ماكسيمم. وانا قلت لك انه زواج تعارف واسطه او قليل منكم، قليل منكم جدا عن طريق السوشيال ميديا بصراحه، قليل منكم جدا، لكن اغلبكم هنا عن طريق واسطه او امراه او صديقه او شيء زي كذا، يمكن حتى من بعض زملائك في العمل والله اعلم. طيب بالنسبه لتفارق في العمر، طيب عندكم زواج السنة هذه على فكرة 2023، الزواج حتمي حتمي حتمي، قولوا آمين واستقبلنا الطاقة يا أمس بتاريخ 6 مايو 2023. على العموم يا بنات، عندكم قلب الحب، بسم الله ما شاء الله، قلب الحب، عندكم السعادة، عندكم الخير، عندكم البركة، الله يكتب لكم الخير والهنا والرضا يا رب العالمين، تمسكون خط سفر أول ما تتزوجون. بالنسبة للزواج متى يا أمسك؟ طبعا أنا يا بنات إذا كل واحدة تشاهد الفيديو هذا تقريبا فوق 10,000 واحدة تشاهد قراءة هذه الفنجان، فما أقدر أقول لكم ديتيلز متى الزواج، بس أنا شايفة أوريدي 2023 100% اللي شاهد هذا الفيديو راح يتزوجون 100% السنة هذه، بس بالتحديد بالتحديد ما بقول لكم، يعني ما أقدر أقول لكم لأنه مش بتطابق كتاريخ. التاريخ حقيقة باسمك واسم والدتك وتاريخ ميلادك وصورة للفنجان لك بالضبط، أعطيك تاريخك واسم زوجك وعمره تفصيلات المملة، والحمد لله ولا أخطأ لأنه كرم من الله سبحانه وتعالى. طيب كفارق بالعمر، يا إما 9 شهور أو 9 سنوات، مو بكثير، يعني يا إما 9 شهور أو بينك وبينه 9 سنوات، بس أنا قاعد أشوف ترى الفارق حلو جدا. طيب خلينا نبصم عشان نشوف الأسماء أو الحروف اللي مبينة عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف، نبصم 4 بصمات. اسم طويل ومركب، اسم طويل ومركب، عنده اسمين يمكن، يا إما اسم طويل ومركب أو عنده اسمين. حرف العين متكرر، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الشكور، عبد الصمد، عبد الرحمن، عبد الرحيم، زي كده، عبد عبد عبد، متكرر متكرر، اسم مركب وطويل وعنده اسمين، عنده حرف الخاء، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندنا حرف الخاء كذلك، والله بالبخور قتلني البخور هذا، عندنا حرف الخاء ما شاء الله، شوفوا هذا فستانك، هذه انت شفتي، شفتيها هذه ولا لا؟ قاعد تشوفين، شفتي الراس وشفتي الدريس، يا رب يكتب لها السعادة والرضا والهنا يا رب العالمين. طيب بالنسبة عندنا حرف الساء وحرف الشاء، فحرف الحاء العاء والخاء والعين والساء والشاء والنون، نواف، نائل، نضال، نسيم، نعيم، زي كذا، اوكي، قاعد اشوف حرف النون متكرر عندي كذلك، عندي حرف ثاني، حرف الفاء، فارس، فراس، فهد، فوزي، فواز، زي كذا، اوكي، يا اما اسم طويل كذا، اوكي، فواز، نواف، او مركب طويل، اسم عبد الرحيم، عبد الغفور، عبد الصمد، عبد الرحمن، عبد، زي كذا يعني اسم مركب، او له اسمين، اسم في الاوراق واسم شهرة أو كنية أو اسم متواتر عنده، افتكروا كلامي، الشخص هذا مزيون وجميل وكريم ومعطاء ومتريش، وش تبون؟
وش تبون أكثر من ذلك؟ في يدك 3 شهور جبيلي العريس، في يدك 3 أسابيع، في يدك بين 3 أسابيع وثلاث شهور جبيلي العريس كذا. يقولي اليوم مسك، أنا سمعت القراءة في تاريخ 6 مايو أو whatever، يعني مهما شاهدتي الفيديو هذا تكتبين لي متى تستقبلين طاقة، حتى لو في 2050 استقبلت الطاقة بذا التاريخ. حبيبتي فرحين، الله يفرح قلبك، وخلصوني وتعبتوني أقسم بالله. أنا أبغاكم تفرحون، تتزوجون، تنورون حياتكم، تلاقون شريككم، ما ناقصكم شيء. مع الأسف حتى لو تأخر نصيبك، لكن ربي يكتب لك الخير والسعادة. تمام؟ طبعا يا بنات خلصنا القراءة، شكرا لكم، تعبت أنا 40 دقيقة وأنا أتكلم. خلصنا القراءة بالتاريخ 6 مايو، الله يسعدكم يا رب العالمين ويكتب لكم الخير والسعادة والرضا. خليني أبخر لكم الاثنين يا أصحاب القراءة، رقم 2، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، وإلى اللقاء في قراءات أخرى إن شاء الله.